إليكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، بينهم نساء إحداهن بحالة حرجة في منطقة الضاحية بمدينة درعا. وأفادت مراسلة الإخبارية في درعا بأن قذائف الإرهابيين التي استهدفت الضاحية مصدرها بلدتا اليدودة والمزيريب، كما أصيب عدة مواطنين بينهم سيدة، واستشهد مواطن آخر في قذيفة استهدفت مدخل مشفى الشرق الخاص بحي الكاشف. نزلت قذيفة وجت بسيارة الزلمة وطلعنا على الصوت، لقينا في إصابات ولقينا الزلمة مستشهد. نزلت قذيفة، نزلت فتت عن المشفى جوا، ما نزلت صاروخ يجع السيارة، صرت أنا فايت على باب البوفيه، نزل الصاروخ فات شو اسمه عاد الشظايا على جوا. وصل إلى المشفى منذ صباح اليوم حوالي الساعة 6 صباحا عدد كبير من الإصابات من المدنيين، كل الإصابات إصابات مدنية وبينها جثث متفحمة وأشلاء نتيجة استهداف العصابات الإرهابية لمناطق درعا الآمنة في حي الكاشف وفي منطقة الضاحية لمناطق مدنية بعيدة كل البعد عن المناطق العسكرية التي يمكن أن تستهدف. الإصابات إصابات بليغة، إحداها نتيجة استهداف بقذيفة لسيارة مدنية استشهد فيها أحد الأشخاص وأصيب الآخر بإصابة بليغة جدا. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سوريا تجري اتصالات مكثفة بشأن تفاصيل وآليات ووضع مناطق تخفيف التوتر التي تم التوقيع على المذكرة الخاصة بها خلال اجتماع أستانا 4، مشيرا إلى أن سوريا تدقق في كل حرف يتعلق بها ولن تسمح بتمرير أي شيء يمكن لأعداء سوريا أن يستفيدوا منه. وأوضح المقداد خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الإعلام في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أكد أن سوريا جاهزة للجولات القادمة من مساري أستانا وجنيف الشهر المقبل، انطلاقا من الحفاظ على سيادتها ووحدتها والحرص على حقن دماء أبنائها، مشيرا إلى أن هناك آمالا تعلق على مناطق تخفيف التوتر التي سيركز عليها اجتماع أستانا المقبل في 4 و5 من الشهر القادم. وشدد المقداد على أن التنسيق مع الأصدقاء الروس يوميا وفي أعلى المستويات ويشمل كل شيء بما فيه التفاصيل الصغيرة، مبينا أن الصديق الروسي حليف استراتيجي يقوم بمساعدة سوريا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى حماية المدنيين في مدينة الرقة في وقت يواصل فيه طيران ما يسمى التحالف الدولي مجازره بحق المدنيين هناك. غوتيريس وجه في بيان نقلته وكالة فرانس بريس وجه نداء عاجلا إلى جميع من يشنون عمليات عسكرية في سوريا أن يبذلوا كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مع استمرار القتال في الرقة وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن أهالي الرقة يواجهون وضعا صعبا للغاية. إلى اللقاء.